بصفته أحد أبناء البطحة الباريين، يقدم وزير الإعلام عمر يحيى حسين لأبناء شعبه إحدى أهم وسائل الحماية من فيروس كورونا، إنها عبارة عن 1000 كمامة لتوزع مجانا إلى المحتاجين. استلمها والي ولاية البطحة بنيدو تاتولاه، والذي أثنى على هذا المجهود الطيب من قبل وزير الإعلام. وقال الوالي: إذا كان المقتدرون من أبناء البطحة يقومون كلهم بهكذا خطوة، فإنه لا خوف على المواطنين من خطورة فيروس كورونا. وفي نفس المناسبة عرض المندوب الصحي بالبطحة دكتور فوكسيا إيدي موجزا عن آخر المستجدات على مستوى البطحة حول كورونا، مؤكدا أن الشخص الوحيد المصاب في آتيا حالته مستقرة، وأن العينات التي وصلت للفحص في العاصمة لم تظهر نتائجها بعد. وبما أن الأسواق قد أعيد فتحها، فقد أمر الوالي بتوزيع الكمامات التي أرسلها وزير الإعلام إلى رواد السوق من باعة ومشترين. وانتهزت محافظة البطحة الغربية فاطمة بكركوسي الفرصة لتوعية التجار بضرورة احترام إجراءات الوقاية.